الصوت كويس كده كويس. طب هي قصه، انا هحكي قصه. انا ما كنتش عمري اتخيل ان انا هقف ايفنت في يوم من الايام اتكلم عن التطوع، ولا كان في بالي خالص. هي القصه ان انا سافرت، انا عملت دكتوراه في كندا، عشت 8 سنين في كندا وامريكا، وحصلت شويه مواقف كده هي غيرت حياتي بعد كده. من في بعضها مواقف سخيفه قوي وما انساهوش ابدا. من ضمن المواقف السخيفه، سيده امريكيه بتقول لنا انها تعرف مصر من زمان، ازاي حضرتك تعرفي مصر؟ قالت يا نشأت في مدينة غنية جدا في كاليفورنيا، ما عندهمش فقراء في المدينة خالص، والناس عايزة تعمل خير، فنشأت مؤسسة لمساعدة المحتاجين من أبناء العالم الثالث. من ضمن البلاد اللي بيساعدوها مين للحظ التعيس؟ مصر. راحت عايزة ساعد، طب بنساعد في بلاد كتير، بنساعد أنواع مختلفة من المحتاجين، منهم الأطفال المتسربين من التعليم. عجبها النوعين دول، قالت لهم أنا عايز أساعد طفل متسرب من التعليم في مصر، عندكم من ده؟ تفتكروا الرد كان إيه؟ قالوا لها كتير، طلعوا لها فايلات فايلات، وفضلت تقلب. هو بيحط صوره كل طفل وكلمه عنه. المهم في ولد صورته عجبتها، قالت لهم انا عايز اساعد الولد ده. الولد ده في اول سنه في المدرسه، اهله غلابه مش مهتمين بتعليمه قوي، شكله هيسيب المدرسه. طب اعمل ايه؟ $27 في الشهر، بفلوسك دي هنجيب له الكتب المدرسه والمجموعات التقويه وكل حاجه. ابتدت تدفع فعلا، وصلوها بالولد ونظامهم كده، اللي يدفع لحد يوصلوا بيه. الولد كل ما يتعلم شويه انجليزي في المدرسه يكتب لها جواب وهي ترد عليه. فضلوا يتبادلوا الجوابات، بتقول بقى لها 7 سنين بتكتب له وبتدفع له ومتابعاه، والولد نجح ال7 سنين كلهم، وهي فخوره جدا بالانجاز اللي عملته ومعاها حق. وانا بسمع القصه دي بقى وانا متالم جدا للي بسمعه، ومعاها حق انا كمان. انا متالم ليه؟ احساس النجاة بالغريب، الغريب اللي بيمد ايده لولاد بلدنا ويساعدهم واحنا ما بنعملش حاجه. والمؤلم اكتر ان احنا مش محتاجين الغريب، احنا فعلا مش محتاجين الغريب. انا متاكد ان مصر فيها من الطاقات والثروه البشريه وغيرها اللي ما نحتاجش بعض عشان حد يتعلم، محتاجين حد من بره مصر يساعده. الموضوع كان مضايقني قوي، وشفت قصص تانية زي كده. فالحقيقة كنت راجع مصر متضايق. فأول ما رجعت في الجامعة بقول للطلبة أنتوا عملتوا إيه في حب مصر؟ فيكون الرد إحنا بنحب مصر. أنا عارف كل الناس بتحب مصر، لكن عملت إيه؟ كل الناس بتحب وطنها عموما يعني. لكن عملت إيه إثباتا لحبك لهذا الوطن؟ إيه اللي أنت قدمته للوطن ده إثباتا لحبك ليه؟ فبعضهم ما بيلاقيش إجابة خالص، وأنا مصر يا جماعة عملتوا إيه؟ ما بيلاقيوش إجابة. بعضهم بقى اللي بيلاقي إجابة بعد تفكير عميق بيقول إيه؟ طب ما أنا كنت بشجع الأهلي في مباراته مع العدو التونسي، مش دي وطنية؟ او الجزائري او النيجيري او 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 الاقصى وطنيه عرفها بعض الشباب بقى لو راح اشترى العلم وراح يجاهد في سبيل الله في استاد القاهره لمده 1.5 ساعة، يرفع العلم يمينا ويسارا دفاعا عن الوطن ضد الغزاة اللي جايين يغزونا في الاستاد. فكنت بقول لهم يا جماعه دي مشاعر جميله وكل حاجه، بس الوطن احتياجاته اعمق من كده بكتير واصعب من كده بكتير. كان اولى للوطن انك تمحو 100 واحد ماشي في الشارع مثلا. وبعدين قلت لهم حاجات تانية برضو من ضمن اللي شفته، في مؤشرات كده بتطلع بتقارن دول العالم في حاجات كتير. من ضمن المؤشرات اللي كان قبل 25 يناير ما بيكتبوش الكلام ده في الجرايد، بس الكلام ده حقيقي، تدخل على الانترنت تلاقيه. في حاجه اسمها مؤشر الفساد مثلا، مؤشر الفساد الكوربشن اندكس ده موجود على النت بتعمل كل سنه. مصر في احد السنوات بتطلع كام؟ من 87 دوله تفتكروا مصر بتطلع كام؟ ده اللي كنت بحكي معاه. مثلا في سنه 66 من 87 دوله اتعمل عليها مقياس الفساد، مصر نمره 66. طب اللي مش عارف مؤشر التنافسيه الاقتصاديه، من 139 دوله اتعمل عليهم التنافسيه الاقتصاديه مصر طلعت كام؟ 81. طب مؤشر الهيومن ديفلوبمنت التنميه البشريه، من 190 دوله مصر طلعت كام؟ 119. دي الارقام اللي مصر بتجيبها كل سنه. قلت لهم الارقام دي كويسه؟ لا طبعا، حد يعني لا الارقام دي وحشه قوي. قلت لهم طب هنعمل ايه بقى ضد الارقام دي؟ فسكتوا الناس، ما مش عارفين نعمل ايه. قلت لهم عارفين في امريكا مثلا في مره المؤشر بيقارن مستوى التعليم القبل المدرسي القبل الجامعي في العالم، فامريكا طلعت نمره 6. هم في التعليم الجامعي امريكا نمره 1 كانت ولا زالت. التعليم المدرسي كانوا نمره 1 ورجعوا 2 3 بقوا 6. المهم في اوائل الثمانينات كانوا نمره 6. فنمره 6 دي اتشوكت ذا نيشن، البلد كلها ايه ده امريكا بقت نمره 6؟ في مشكله بتاع. اضطر الرئيس الامريكي ساعتها ريغان انه يشكل لجنه لدراسه الموضوع ده، ايه اللي حصل في التعليم في امريكا وهنعمل ايه. المهم اللجنه عملت التقرير، التقرير ده موجود على النت وموجود في كل حته. المهم مش التقرير فيه ايه، المهم اسم التقرير. التقرير اسمه ايه؟ A nation at risk. ده اسم التقرير، أمة في خطر عشان طلعوا نمرة 6. بقول لهم يا جماعة احنا مش في خطر خالص خالص، الحمد لله احنا عدينا مرحلة الخطر دي من 3000 سنة، احنا في الأنقاض. ف يعني كلام من ده بقى، ده الكلام اللي كنت بقوله في المحاضرات. بقول لهم انتوا عارفين ان مشكلتنا فين؟ مشكلتنا في الونة مالية. المذهب اللي بيحكمنا اسمه مذهب الونة مالية. احنا بنقول على كل حاجه ما تخصنيش وانا مالي، هي الدنيا وكان ربنا خلقها ابيض واسود، يا بتاعتي يا وانا مالي، ما عندناش حاجه ثالثه في النص.
يعني الحاجة مش بتاعتي أنا شخصياً، تهمني أنا شخصياً، يبقى وأنا مالي؟ يعني مش هسمح لحد يرمي الزبالة قدام باب شقتي، لكن يرمي الزبالة في الشارع اللي ورانا، طب وأنا مالي؟ وتسيمج لوجيكال كده جداً، الحياة كده ربنا خلقها كده، يعني مش بتاعتي يبقى وأنا مالي. يعني لا، الدنيا مش كده. انتوا بتعرفين ايه اللي بيميز البلاد؟ لما البلاد بقى اللي تطلع في الاوائل في تقرير التنميه البشريه او في قله الفساد او ايه اللي بيميز الناس دول؟ هم بشر زينا. اللي بيميزهم حته الاحساس بالمجتمع، عندهم الاحساس بالمجتمع عالي شويه وبيربوا عليه كويس، ففي حاجه اسمها سوشيال ريسبونسبيلتي، الناس حاسه بمجتمع. احساس بالمجتمع ده في اتجاه سلبي واتجاه ايجابي. اتجاه السلبي ان لازم الانسان يدفع ضرائب، الانسان ما يحترم القوانين، الانسان يقف في الاشاره الحمراء، كل ده التزام سلبي ولازم يتعمل، ولو ما عملتوش بتتعاقب، في قانون بيعاقبك في اي حته في الدنيا لو ما عملتش ده. ده اسمه التزام تجاه المجتمع، بس ده سلبي شويه. لا، ده اللي بيميز البلاد المتقدمه في مؤشرات اللي فيها فساد قليل واللي اقتصادها بينمو، ان عندهم مش الالتزام السلبي، عندهم كمان الالتزام الايجابي. عند ناس كتير قوي الالتزام الايجابي ده انك بتعمل حاجات مش مطلوبه بالقانون، ممكن ما تعملهاش بس انت بتعملها حبا في البلد، احساسا احساسك بالجميل تجاه البلد، احساسك انك عايز ترفع مستوى الوطن، فالناس بتعمل اشياء القانون ما بيطلبهاش. ده اللي بيتسمى الاحساس الايجابي. يعني على سبيل المثال، انا كنت عايش في جامعه، الجامعه دي عايزين يبنوا مكتبه تلائم القرن ال21، هتتكلف 40 مليون دولار. يجيبوهم منين؟ من طلبه الجامعه بيتبرعوا. في ناس يعني تبرع فعلا، يعني ممكن ما تبرعش، القضيه مش ملزمه، من خريجي الجامعه يتصلوا بالخريجين اللي عايز يتبرع يتبرع، من اهل المدينه اللي فيها الجامعه، والناس تتبرع وهوب سنتين ثلاثه لموا ال 40 مليون دولار واتبنت المكتبه. فالناس عندها يعني ايه اللي يخليه يدفع تبرع لبناء مكتبه في الجامعه؟ احساسه بحب المكتبه، في احساس بالانتماء عالي ان المكتبه دي بتاعتي او بتاعت الجامعه بتاعتي، او حتى لو الطلبه اللي كانوا بيدفعوا ساعتها في الجامعه مش هيستفيدوا من المكتبه لانهم هيكونوا تخرجوا على لما تكون المكتبه اتبنت. الخريجين مش هيستفيدوا من الجامعه، مش مهم انا اللي استفيد، المهم ان في اخرين هيستفيدوا. هو ده الانتماء للوطن، هو ده الاحساس بحب الوطن. فالموضوع ده واضح عندهم جدا. في المدينه اللي انا كنت عايش فيها، في بارك كده، الجنينه العامه بتاعه المدينه، طبيعي جدا انك تلاقي لو حد عمل دعوه يا جماعه تعالوا الجنينه ادمت، تعالوا نصلح الجنينه، فتلاقي في الويك اند نص اهل المدينه رايحين يصلحوا البارك، واللي بيدهن الارضيات واللي بيصلح المراجيح، كل واحد بيعمل شيء ما بدون ما في الزام، ما فيش قانون هيعاقبه لو ما عملش كده. وهكذا بقى القصص لا تنتهي. قمه الايجابيه تجاه المجتمع، يعني من ملاحظاتي في حياتي في الخارج، ما يسمى العمل التطوعي، ان الانسان مش بس بيدي ايجابيه ومش ان هو ملزم يدي، لا ده بيلزم نفسه بقى بايه؟ بعمل عمل تطوعي، يعني ريجولر. هنا كلمه عمل تطوعي ان مش مره ادى حاجه، لا ده بيعملها بصفه منتظمه، انه بس بيدي ساعتين في الاسبوع لهدف ما. فطبيعي جدا انك تسمع ان حد بدوره في الحياه انه بيج براذر لطفل يتيم، فبيقوم بدور الاخ الكبير ليه. ان حد تاني بيذاكر، هو شاطر في الرياضه مثلا، بيذاكر رياضه لطلبه مش يعني مش شاطرين مش متفوقين، محتاجين حد يساعدهم. حد ثالث كل دوره في الحياه بيروح مستشفى مثلا يقرا للمرضى اللي عندهم مشكله في عينيهم ما بيعرفوش يقرا الجرنان، فيروح يقرا لهم الجرنان، بيعمل كده ساعتين في الاسبوع، وهكذا. ده الطبيعي المنتشر. مثلا في 90 مليون امريكي بيعملوا ده، يعني تقريبا نص الادلت بوبوليشن اوف ذا يونايتد ستيتس، نص الناس البالغين في الولايات المتحده لهم عمل تطوعي ما. الافرج في امريكا 5 ساعات في الاسبوع، الانسان بيدي 5 ساعات في الاسبوع لخدمه الاخرين، لخدمه الوطن، لخدمه الناس، احساسه بالانتماء تجاه المجتمع. احنا عن مش ده مش واضح عندنا. احنا في بلدنا في نقطه قوه، الناس بتشعر بالتزام تجاه عيلتها، التزام تجاه العيله واضح عندنا جدا، اوضح مما عندهم. العكس بقى هناك، عندهم التزام تجاه المجتمع اوضح من عندنا. طب ليه ما نبقاش عندنا الاثنين؟ جميل قوي الالتزام العائلي ده واحساسنا بعائلتنا، ده جميل جدا، بس ليه كمان ما بقاش عندنا احساس بالمجتمع؟ ليه ما بنكونش بندي 5 ساعات في الاسبوع، ساعه في الاسبوع؟ طب اي حاجه، ليه ده مش موجود عندنا؟ كل الكلام ده انا كنت بقوله في المحاضره مش لشيء غير لمجرد اني حاسس ان شويه معاني عايز اوصلها لاولادي في الجامعه، مش اكتر من كده. انا ما كنتش فاكر انه الكلمتين دول هيجيبوا نتيجه، كانت مجرد دردشه. والمفاجأة كانت ان بعد المحاضرة مجموعة منهم جايين يقولوا لي احنا بجد عايزين نعمل حاجة مفيدة للمجتمع، مش عايزين الكلام ده يبقى شعارات، نفسنا نعمل حاجة، مش عايزين نبطل نقول وانا مالي. قلت لهم والله انتوا قايلين هتعملوا ايه؟ مش عارفين حاجة نسألك. قلت لهم انا ما اعرفش، انا كنت بدردش وخلاص، انا مش في دماغي حاجة خالص، انا ولا اعرف نعمل ايه، انا بس كنت بتكلم وخلاص. قالوا لي مش انت اللي بتقول؟ طب يا جماعة معلش انا حسيت اني اتدبست طبعا، طب تعالوا بقى نفكر مع بعض. قابلنا بقى في الكلية كذا مرة، الكلام ده كان سنة 99 في الترم الثاني، مارس وابريل وكده. طب نعمل ايه؟ طب نعمل نشاط مفيد داخل اسوار الكليه، كان في هندسه القاهره، يعني قبل ما اجي الجامعه الامريكيه استاذ في هندسه القاهره. فنعمل ايه؟ نعمل نشاط مفيد داخل الكليه. طيب الامتحانات قربت، نبتدي بعد الامتحانات. اول لقاء فعلا كان يوم 25 يونيو سنه 99، جه حوالي 60 واحد. طب عددنا كبير، هنقسم نفسنا مجموعات، طب هنسمي نفسنا ايه؟ فمن وسط 25 اسم اقترحوا بالتصويت اختاروا اسم رساله. اختاروا اسم رسالة عشان عايزين يقولوا احنا رسالتنا ننشر التطوع، ان الشباب يقدر يعمل حاجة، ان ننشر روح الانتماء، ننشر الإيجابية، نبطل نقول وانا مالي. فشوية المعاني دي
اللي بيها اختاروا اسم رسالة. ابتدينا في الكلية فعلا، عملوا حملة للتبرع بالدم مثلا في الكلية، عملوا حملة لتجميل الكلية وجابوا زرع صناعي وسلات مهملات، وابتدوا يروحوا يزوروا دور الأيتام ودور المسنين، ابتدوا يدوا دورات كمبيوتر مجانية. المهم الموضوع سمع في الكلية لدرجة إن قريب طالبة منهم سمع باللي بنعمله ده، فقال لها والله أنتوا قايلين، طب أنا من زمان عندي حتة أرض نفسي أعمل عليها مشروع خيري ومش لاقي وقت، طب ما تاخدوا أنتوا الأرض دي وتستفيدوا بطاقة الشباب اللي عندكم. فقالت لي فكلمته، فالأرض موجودة، خدنا الأرض، فأشهرنا جمعية بنفس الاسم باسم رسالة. تاني سنة على طول يعني سنة 99 إحنا نشاط هندسة القاهرة، سنة 2000 بقى عندنا أرض وأشهرنا جمعية بنفس اسم رسالة. الأرض دي كانت في شارع فيصل، خدناها وتم إنشاء مبنى بأكتاف الطلاب اللي عايزين ينشروا الإيجابية، وبقى عندنا مبنى نمارس فيه العمل التطوعي. فابتدينا بدار أيتام وتدريس كمبيوتر، ومع الوقت بقى الأولاد والشباب الجميل ده بيقول لأصدقائهم وأصدقائهم بيقولوا لأصدقائهم، فالناس بتيجي فالعدد بيكبر، فابتدت الأنشطة تكبر مننا، عندنا طاقة بشرية عايزين نستفيد بيها، فابتدينا نقعد نفكر في أعمال تطوعية أخرى. فابتدينا بدار أيتام ثم تدريس الكمبيوتر ثم بقى حملات تبرع بالدم ثم مساعدة المحتاجين ثم جمع الملابس المستعملة ثم تدريس تقوية الأطفال المحتاجين ثم محو الأمية ثم مساعدة المعاقين ذهنيا، الصم، المكفوفين، جمع الورق المستعمل. كل يوم بتطلع فكرة جديدة والشباب بيمارسوها، المكان مش مكفينا، ابتدينا نفتح فرع تاني فرع تالت. الحمد لله في خلال العشر سنين اللي فاتوا بقى في 55 فرع حاليا على مستوى الجمهورية، في اللي دخلوا المكان مش أقل من 200,000 متطوع. عملنا أعمال كتير يعني بالحجم العمل ده، ده أكبر عمل خيري في الشرق الأوسط من حيث عدد المتطوعين وكمية الخدمات اللي بتتقدم. الشباب أثبت في مصر أنه قادر على التطوع، عملوا نماذج جميلة جداً. يعني أنا شفت قصص ما كنتش أتخيل أن أشوفها في مصر ولا في غير مصر هي. يعني من ضمن القصص، أنا أجمل مكالمة تليفون جات لي في حياتي، تليفون رن رقم معرفوش، المهم رديت، الطرف الثاني يقول لي أنا بتصل بيك عشان أشكرك. قلت له تشكرني على إيه؟ قال لي اللي حصل ده ولا الأحلام. قلت له هو حصل إيه؟ قال لي أنا كفيف من الإسكندرية، بعمل ماجستير في التاريخ في آداب اسكندرية، محتاج كتب، الكتب دي مش موجودة غير في مكتبة جامعة القاهرة، وأنا ككفيف ما أقدرش أروح المكتبة لوحدي، محتاج حد يرافقني، فبدور وسط قرايبي ومعارفي على حد ينزل معايا، ما حدش فاضي لي خالص، الماجستير بتاعي عمال يتعطل، لحد ما حد من زمايلي دلني في جمعية اسمها رسالة في اسكندرية بتعمل الخدمات دي، اتصل بيهم، قال له بس عايز الخدمة في القاهرة، قال له مالهم فرع في القاهرة، المهم اتصل بيهم وحددوا معاه ميعاد ونزل، قال لي لقيتهم مستنيني من محطة مصر، خدوني لحد مكتبة الجامعة، قعدت في القاهرة 3 أيام، بروح مكتبة الجامعة كل يوم، وتحت إيدي 15 متطوع. هو بيقول لي كده بحرف الواحد، انا الكفيف الغلبان 15 بني ادم بيخدموني تحت امري من غير ما يكونوا قرايبي ولا يعرفوني ولا واخدين فلوس. قال لي هو ده بيحصل في مصر؟ قال انا زهقت، خلصوا لي شغل سنه في 3 ايام من غير فلوس ومن غير معرفه ومن غير ايه ده ايه اللي بيحصل ده؟ فحكوا له قصتنا، فاتصل بيا من ده كتير بقى. بفرع تاني حد اتصل بيهم، راجل مشلول مقعد ما بيتحركش من البيت خالص، قال لهم انا سمعت اللي عندكم الشباب اللي بيعملوا خير. قالوا له اه. قال لهم طب ممكن حد يسال عليا؟ حدش بيعدي يسال عليا خالص. فراح لاثنين شباب، ومن ساعتها بقى كل اسبوع بيعدي عليه 10 15 واحد في الاسبوع، وبيطبخوا له وبياكلوا معاه، عاملين له جو تاني خالص تعويضا عن الاسره اللي اتحرم منها دي. من ضمن القصص اللي ما انساهاش، بنعمل نشاط اسمه مشاوير الخير، الناس تعمل مشوار في الخير، يروح يجيب فاكهه للاطفال الايتام، يروح يوصل حد مسن حد كفيف. المهم احد الشباب ساب اسمه في فرعنا في المهندسين، انا عندي عربيه ممكن اعمل اي مشوار، بعديها بيومين عندنا حد كفيف محتاج حد يوديه المستشفى، تقدر توديه المستشفى؟ قال لهم اه اقدر اوديه. راح وداه المستشفى وفضل بقى يوديه المستشفى. هو الكفيف ده عنده فشل كلوي، بيحتاج يروح يغسل في المستشفى 3 مرات في الاسبوع. فصعدنا المتطوع بينزل من بيته ويركب عربيته، يروح بيت الكفيف يطلع له السلميه ينزله ويركبه العربيه يوديه المستشفى، يطلعه ويستناه تاخد 6 ساعات مثلا في المستشفى، وبعدين يرجعه تاني ويطلع يطلعه السلم ويروح، فبتاخد منه على الاقل 7 ساعات في المره الواحده، وبيعمل كده 3 مرات في الاسبوع، واصر انه يعمل كده لوحده، يعني هو نظامنا الطبيعي ان كل مره بيعملها واحد شكل، لا ده اصر قال سيبهولي انا هعمل ده 3 مرات في الاسبوع هو اللي بيعمله، وفضل يعمل كده شهر ورا التاني. بعد سنه في المستشفى كانوا طالعين، كان في ميه على السلم ما خدوش بالهم منها، الكفيف اتزحلق منه وقع اتكسر. فالممرضه بتاعت الغسيل كانوا سمعت يانا ده شكله اتكسر، ده لازم يتجبس، لازم نقدمه في وحده العظام، قالت لي استماره البيانات عشان نقدم له مليني بياناته، هو اسمه الثلاثي ايه؟ انا ما اعرفش، كل اللي اعرفه انه بيقولوا له فلان. قالت له انت بتهزر، مش ده والدك؟ قال لها لا مش والدي. قالت له يعني مش والدك؟ قال لها والله ما والدي. قالت له يعني انت بتطلعه تغسله مش والدك ازاي؟ قال لها عشان انا متطوع في رساله. قالت له يعني ايه ده؟ يعني غريب قوي متطوع، يعني ايه بتعمل ايه بالظبط؟ فحكى لها المعنى اللي هو بيعمله، بيقول لي لمت عليا المستشفى كلها عشان يشوفوا ايه العجوبه دي. بيقول لي بقيت من ساعتها بروح المستشفى بيضربوا لي تعظيم سلام على الباب، بيدخلوني اوضه مدير المستشفى ويشغلوا لي التكييف، المعامله ما كانتش كده خالص.
بيقول لي بيعاملوني زي ما يكون ملاك من السماء. قلت له انت فعلا ملاك من السماء، انت مش واخد بالك. فالقصة دي علمتني مصر فيها ملائكة، مصر فيها جواهر كتير جدا، البلد دي مليانة خير. كل ده قبل 25 يناير. 25 يناير ده ما حصلش غير عشان مصر دي مليانة ناس كويسة، البلد دي فيها ناس كويسة كتير جدا، عشان كده حصل 25 يناير. البلد دي فيها خير والله، البلد دي جميلة قوي. املي في مصر بعد 25 يناير ان كل انسان يعمل حاجه، ما حدش يقول ما اقدرش، لا تقدر تعمل حاجه، ما فيش حد ما يقدرش يعمل حاجه على فكره، ما فيش. يعني انت ممكن عندك وقت تروح تزور ايتام، زور ايتام في اي حته، مصر مليانه، تزور دور المسنين، مليين الدنيا في دور المسنين، روح زور المسنين، ما مالكش في ده، تروح ممكن تبرع شويه ملابس وتديها انت لحد محتاج، مالكش في ده، مش لازم، مش بقول لك تعالى روح رساله، روح اي حته، البلد مليانه، مش عايز تروح حاجه خالص اعملها بنفسك. الممكن جدا تتبرع باكل الناس وتشوف ناس محتاجين وتوصل لهم اكل، ممكن تساعد ب50,000 حاجه، ممكن تنتمي لجمعيه ما، ممكن تنتمي لحزب سياسي ما، ممكن تنشئ انت جمعيه خاصه بيك، يعني في حاجات كتير قوي تتعمل. ممكن تدرس لو شاطر في اي حاجه، ممكن تدرس وهتلاقي اطفال كتير محتاجين حد يدرس لهم. مالكش في كل ده، طب ايه؟ بتعرف الف ب، تقدر تدي محو 100، بتعرف تقرا تقدر تدي محو 100، بتعرف لغات تقدر تدي، ناس كتير قوي محتاجه لغات، بتعرف تطبخ ناس كتير قوي محتاجه اكل، عندك دم اتبرع بيه، يعني اكتر كده في البلد مليانه حاجات تتعمل، هي بس الانسان يبتدي، بس اقهر الحاجز الخوف ده، انزل ساعد، هتلاقي ناس كتير قوي تساعد. لو الناس ساعدت بعض، لو انتشر المعنى ده في البلد، الاثر اجمل واهم اثر ايه؟ الناس بتحب بعض اكتر، الناس بتنتمي للبلد اكتر، هتقل معدلات الجريمه في المجتمع، هتقل البلطجه في المجتمع لو الناس بتساعد بعض، كل واحد حاطط هدفه كده انه يساعد الاخرين. لو بجد انتشر هيحصل اللي حصل، الموقف اللي حصل لي ده. انا قابلت من 3 سنين ضابط في القوات المسلحة، قابلته في أحد فروع رسالة بيقول لي أنا طول العشرين سنة اللي فاتوا، أنا متخرج من كلية الحربية دي بقالي 20 سنة، وطول العشرين سنة اللي فاتوا بيجي لي خاطر مضايقني جدا إن ممكن تحصل حرب في أي لحظة وأموت عشان البلد دي. قال لي الخاطر ده مضايقني قوي، لكل بنزل أمشي في الشارع وأتفرج على الناس وهم ماشيين في الشارع وأقول أنا هموت عشان دول، لا ما يستاهلوش. بيقول لي شوف مستوى أخلاقيات الناس في الشارع، شوف الناس بتنصب على بعض إزاي، شوف أعمال البلطجة اللي في الشارع. بيقول لي انا موت عشان الناس دي ليه؟ دي اكبر مصيبه ممكن تحصل في حياه بني ادم، انه يحس انه بيضحي بحياته عشان الناس ما تستاهلش. قال انا عايش بالاحساس ده طول العشرين سنه اللي فاتوا. قال لي انا اول مره احس ان لو مت عشانهم يبقوا يستاهلوا النهارده، لما جيت رساله، كان جه رساله في فرعنا في المعادي، كان في يوم في حمله تبرع بالدم، شباب كتير قوي قاعدين بيتبرعوا بالدم، ولاد وبنات قاعدين بيتبرعوا بالدم، وبعدين شاف شباب مع الايتام، وشباب نازلين مع المكفوفين، وشباب راجعين من رحله مع المعاقين ذهنيا. قال لي انا ذهلت، دول شباب بيعملوا خير ومتطوعين، ما جاتوش اي مقابل مادي بالعدد ده، بالكميه دي، بانواع الخير دي. قال لي اول خاطر جه في بالي اهو دول يستاهلوا ان انا اموت عشانهم، انا لو مت عشان دول هبقى سعيد في نفسي. وبعدين بيقول لي، وبعدين قعدت افكر فيها شويه، هم دول جم منين يعني؟ ما جم من مصر. قال لي اخيرا اقتنعت ان اضحي بحياتي عشان مصر، ان مصر بتطلع الناس دي، مصر مش وحشه قوي زي ما بيبان في الشارع، مصر مليانه حاجات جميله، انا لو مت عشان مصر دلوقتي هبقى سعيد جدا اني بدافع عن الناس دي. شكرا جزيلا.